القضيه الجنسيه هي الحل. عمر الاجهاض ما كان حل باش الام تفك من الحمل. الطب ديال الحمل كتقطع منها، راه عمرها ما كتنسى. عمر ولدها ولا بنت، انا مرا في السن ديالي قالت لي ما دارت لي السوسه في عنقي هنايا، كنت كنصور بها بزاف التلفازات، قالت لي هذا عرسي لربي. بقاي غادي في التربيه الجنسيه وتكلمي على الاجهاض، لان كل لقيت اللي يهضر معايا ملي كنت في الليسي ما كنتش نحمل، وصلت للاعشاب، الاعشاب اللي كطيح بنادم لا شوف صافي. المهم ما قالتليش جهدت، صمت الكلمه اللي قالت لي. قالت لي واحد النهار بوحدي في الليل في الكراج، هاد السيده راه ساكنه في دوك الفيلات الكبار اللي يهضر بيهم، ما قالتليش جهدت. قالت لي طاح مني وليدي طريف بطريف. حتى الحشا دابا راه كي وليدات